ربط نهر النيل ببحيرة فيكتوريا مفاجأة تفاصيل المشروع المصري الكبير. البرلمان المصري وافق على منحة 2 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوا في دراسة مشروع كبير يربط ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. المشروع ده مهم جدا لمصر، وزير النقل وصف انه هيكون شريان حيوي لتنمية التجارة في افريقيا. المشروع هدفه مش ان السفن تمشي في مجرى مياه نهر النيل كله، لان في سدود وعوائق طبيعية زي الشلالات والصخور طبعا اللي بتعطل حركة السفن. عشان كده هيتم تطهير بعض الممرات في النيل، وفي الاماكن اللي مش هينفع فيها ملاحة هيبقى في سكك حديدية وطرق برية تنقل البضائع. الممر ده هيبقى طوله أكتر من 6000 كيلومتر، وهيخدم دول زي مصر والسودان وجنوب السودان وكينيا وأوغندا، ودول تانية ممكن تستفيد من المشروع بشكل غير مباشر زي أثيوبيا وتشاد مثلا. التكلفة المبدئية للمشروع حوالي 11 مليار دولار، وفي دول ومنظمات دولية زي الولايات المتحدة والبنك الدولي جاهزين للمساعدة في تمويله. لو المشروع يتنفذ هيزود التجارة والسياحة، وهيخلي مصر محطة رئيسية تربط أفريقيا بأوروبا. كمان هيقلل فقدان المياه من النيل، وده مهم جدا لمصر، وخصوصا مع المشاكل اللي بينها وبين أديس أبابا بخصوص توزيع مياه النيل. مصر شايفة ان المشروع ده هيخليها تقدر انها تتعامل مع موضوع السد وتمنعها من التأثير على حصة مصر من مياه النيل.